أخفف عليك السؤال، لذلك لا يمكن معرفة هذه أخفف عليك السؤال بصيغة أخرى، من المستفيد من قتل الكاظمي؟ وعلى من صار الكاظمي يشكل خطر فموته صار أمنية لهم؟ أخففها عليك شوية. أنا في أنا أستاذ نجم، لا بالعكس، أنت حر فيما تسأل، وقطعا أسئلة منتجة وتريد أن تبقر فيها خواصر الكلم كي تظهر الحقائق ويطلع الشعب عليها. يعني أعتقد أنه لا أحد سيستفيد من قتل الكاظمي إذا حدث الأمر ذلك، لأن قتل الكاظمي سيسبب دخول البلاد في فوضى عارمة، وهذه الفوضى عارمة سيشمل شرها الجميع، وهناك ارتدادات ستكون نتيجة استهداف رئيس وزراء العراق، لأنه أولا سيجعل العراق في فراغ دستوري وفي فراغ رئاسي، وفي حقيقة سيدلهم بالخطب، وستكون هناك فوضى عارمة ستشتعل البلاد نظرا لوجود فراغ. فضلا عن ذلك الحقبة حرجة، المرحلة حرجة يا أستاذ نجم. نعم. يعني نحن إبان مرحلة بين الشد وجذب بين المحكمة الاتحادية وبين مفوضية الانتخابات. مفوضية الانتخابات كلما تهم بإنجاز ما لديها يعني تتقدم خطوة وتتراجع 10 خطوات أخرى. والمفوضية طبعا بدءا هي التي بدأت بتأزيم الأمور حينما أعلنت في أول يوم النتائج دون أن تنوه من أن هذه النتائج أولية، هذه النتائج غير أخيرة، هذه النتائج بعده لم يتم العد والفرز ببعض الطعون، هناك اعتراضات. لذلك هي أعلن يعني أعطت الأمور أرسلتها على عواهنها، وهذا ما سبب مخاوف كثيرة لدى بعض الذين خسروا مقاعدهم نتيجة اعتقادهم إما بالتزوير أو الغبن أو الظلم أو أنهم قد صودرت أصواتهم. ودائما نقول إن لصاحب الحق مقال، طالما هم في خانة وجو القضاء يعني وجو القانون وجو يعني ما أدري، هذا عجبني، يعني لصاحب الحق مسيرة. لا يعني هسه هذا الكلام كلام قد يكون فيسبوكي مع اعتزازنا يعني بمن يدمن على الفيس. يعني احنا يا استاذ نجم، انا بودي ان يكون الكلام، نحن الاعلاميون علي يعني تقع علينا مسؤولية جديدة، لاننا قد نؤذب الشارع وقد نحقن الشارع. اليوم علينا ان نأتي او نحتكم الى كلمة سواء، اليوم نحتكم الى منطق العقل، لان هذه النزاعات، هذه الخصامات الرابح فيها هو الخاسر. لذلك أنا أتمنى أن يتم المعاجلة بالمصادقة على نتائج انتخابات، أن يتم التفاهم والتراضي بين الكتل التي تشعر أنها غبنت وظلمت، أن يتم التنازل من رؤساء بعض الكتل والزعامات التي الآن تمر بمرحلة النشوة، نشوة الفوز بهذه المقاعد. عليها أن لا تعلن في العلان شيء وفي الداخل شيء آخر، عليها أن تتقدم خطوة إلى الأمام، عليها نعم. أن تعطي تنازلات نعم. عليها أن تتخلى على ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي. آن الأوان لها أن تتنزل وتتنازل، لأن العراق يستحق هذه التنازلات، وهذه المغانم والمغارم أنت تبقى في سدة التشريع في البرلمان، ولا بأس أن تتنازل للكتل وتتراضى مع الكتل التي تعتقد نفسها أنها قد حيفت، أنها قد ظلمت، أنها قد سرقت أصواتها، وبالتالي هناك قضاء ممكن الاحتكام إليه، والقضاء يبقى هو الجهة الوحيدة المرضية من جميع الأطراف، سواء كان الأطراف المناوية أو الأطراف المؤيدة.